على خفيف. يا مساء الخير عليكم، ورجعنا لكم تاني في على خفيف، معكم خليل جمال وسلمى العمري ومن على الميكسر مهدي. لسه بنتكلم معاكم ولسه في الكواليس واخبارنا الجديده، وزي ما قلت لكم ان حصريات معانا واللقاءات اللي معانا هتكون مع فنانين جامدين كلنا بنحبهم. دلوقتي جه معادنا مع نجمه ستار اكاديمي الموسم الثالث والنجمه المصريه مروه نصر. مروه اهلا بيكي معانا. ازيك يا خليل، اهلا بيك. عامله ايه؟ بص يعني والله يعني من ساعه ما اتكلمنا ومن ساعه ما يعني امبارح وانا مستني اللقاء معاك، يعني حاسس ان مش هيبقى لقاء مع فنانه او مطربه او مغنيه، لا يعني هتبقى قعده صحاب واصدقاء. لا 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 دي انا بص دي اطمن من الاول، بس عايزين نسلم على سلمى ومهدي كده عشان خاطر عايز انت عارف. لا 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 سلمي سلمي عليهم براحتك، هما بيسلموا عليك جدا. وطبعا كل المستمعين كانوا مستنيين اللقاء بتاعك ومستنيين يسمعوكي وكمان مستنيين يعرفوا ايه الجديد اللي عندك. انا اللي مبسوطه ان انا معاك، وشرف كبير ليا ان انا اكون على اذاعه مغربيه، لان انا بحب البلد دي جدا، من اقرب البلاد لقلبي ومن البلاد اللي انا برتاح فيها كمان نفسيا، لان بحس ان انا عندي اصحاب كتير مغربيين، ما بحسش ان في فرق بيننا، يعني عارف ولاد بلد زينا، انت عارف انا مش بتعامل كمطربه خالص، يعني انا بتعامل كواحده عاديه، انا ما بحبش اصلا الاتيتيود ده. لا وهو يعني هو باين كمان من صوتك، يعني باين من صوتك اللي انت بنت بلد وجدعه. لا ما بحبش انا اتكلم بالشيكه والسكينه، بحب ابقى طبيعتي كده، يعني بحب مصريه كده. ايوان عايزين بس الناس اللي بتسمعنا دلوقتي، الناس اللي بتسمعنا دلوقتي، انتوا على اذاعه شادا اف ام، مش على اذاعه مصريه، انتوا على اذاعه شادا اف ام. المذيع اللي معاكم خليل جمال، والفنانه الضيفه اللي معانا هي مروه نصر نجمه ستار اكاديمي. يعني عشان الناس ما تتلخبطش، لان في ناس بتيجي تقول لي ما بيسمعوني، يعني وبعد ما انا جيت في شادا اف ام، هو احنا على اذاعه مغربيه ولا اذاعه مصريه؟ احنا بنحس ان احنا موجودين في اذاعه مصريه، فيعني التنوع حلو. احنا واحد ده اكيد طبعا، وده اللي بنقوله والله يا مروه على طول. انا عايز اقول لك على حاجه، احنا عندنا في الاذاعات المصريه بيذاعوا مطربين كتير جدا اغاني مغربيه واحنا بنحبها جدا كتير، يعني كتير كتير في بيتها يعني. طب انت قلت لي مين، قلت لي مين من اللي انت بتحبيهم من المغنيين المغاربه؟ لا في بص بحب كتير جدا، بعشق صوت اسماء المنور، بعشق صوتها حبيبه قلبي، يعني بتحطيني في حاله كده فظيعه زي بالظبط. بحب جدا. انا عايزه اقول لك بقى على حاجه، انا دايما اقول في كل حته مثلا الاعلى سميره سعيد. طب ده الديفا دي، الديفا دي يعني لا الديفا وايديت كده ومختلفه وستايل وهانم كده. انت قلتيلي، انت قلتيلي كمان ان انت بتحبي سعد المجرد سالينا. انا عايزه اقول لك بحبه جدا 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 جدا، وعندي انا عايزه اقول لك عندي اختي كل يوم الاقيها ماشيه في البيت سالينا حرام عليك ارحميني. طب عارفه يعني ايه سالينا؟ يعني خلصنا شطبنا. انا عايزه اقول لك ان هي راحت قاعده تدور في جوجل على البرامج بتاعته عشان تفهم يعني ايه سالينا. سالينا يعني خلاص شطبنا خلصنا. طيب يا ستي هي قالت لي فنيتو، يعني معناها فنيتو. فنيتو بالظبط بالظبط. لا وخليها تستنى بقى سعد، ان شاء الله هيكون معانا في على خفيف هنا برضو الاسبوع اللي جاي او اللي بعديه باذن الله. بس خلينا انا مش قادره اقول لك، انا هي هتبقى اصلا متابعه الاذاعه بتاعتكم مستنيه الحلقه. ان شاء الله باذن الله. خلينا نبدا من حيث انتهيت، خلينا نبدأ من حفلة البحرين. طبعا ببارك لك عليها وببارك لك على النجاح اللي كان فيها والحضور الكبير، لكن كلميني عليها أكتر، كلميني على أجواء الحفلة، أجواء البحرين، الكلام من ده. لا بص دي كانت حفلة مش طبيعية بمعنى الكلمة، يعني من أحلى الحفلات اللي أنا حضرتها، مش هقول لك بقى اللي أنا عملتها، من أحلى الحفلات اللي حضرتها. وقد إيه أنا عايزة أقول لك على حاجة، أنا حضرت العيد الوطني في دول تانية في الخليج مثلا، بس قد إيه الشعب ده كان مبسوط وعمال يرقص ويضحك، عارف إحساسك كده بيدوك حافز إن أنت مش عايز تروح. وعايزة أقول لك كان الجو برد جدا، درجة الحرارة كانت منخفضة بشكل مش طبيعي. لا هو البرد، هو البرد حالف في جنبنا الموسم ده، يعني مش عارف ليه. لا لا ده البرد داخل علينا دخلة البوليس، يعني يعني بس داخل ما بيهزرش. طيب مروة يعني قوليلي، هل حصل تكريم هناك؟ هل اتكرمت من المنظمين حفلة البحرين. وعايزة اقول لك على حاجة بجد، من غير تكريم شعورك ان انت حد يختارك انك تغني في حفلة عيد وطني وانت مش من البلد دي، ده في حد ذاته تكريم. بجد والله يا خليل عايزة اقول لك، يعني اصلا انا لما عرفت موضوع الحفلة اتبسطت جدا، يعني
يعني كان في مطربين غنوا معانا في اوبريت من البحرين, وكان في وكان معانا نجوم كمان من مصر. بس الفكره كلها ان احساسك لما تكون انت من الناس اللي اختاروهم ده بحد ذاته احساس فعلا يعني بيبقى حلو جدا. ان انا خدت تكريم وخدت درع وكل حاجه, بس احساسك ان هم اختاروك ده بحد ذاته بالنسبه لي كانت تكريم. غنيتي كم اغنيه مره في الله؟ لا غنيت اغاني كتير, وعايزه اقول لك غنيت لاول مره اغنيها اغنيتي الجديده الخليجي, هي لسه ما نزلتش اصلا. ايوه اللي احنا نسمع منها جزء. طب نسمع منها جزء الاول ولا نتكلم عليها الاول؟ اللي انت عايزه عادي. لا اللي انت عايزه, انا ما عنديش مانع. انا جدع, شفت انا جدع معاك. خلاص طالما جدع يبقى نسمع جزء الاول. اقول لك قادر من اول ناويها تخطي وقلبي مشيها تبقى حبيبي ولو تخطي غلطة بسيطة وعديها أدري من أول ناويها تغلط وقلبي مشيها تبقى حبيبي ولو تخطي غلطة بسيطة وعديها. الروح المصرية. يعني بصي هي فعلا يعني هي أغنية خليجية بس بالروح المصرية, مش عارف يعني أنا حسيتها كده. لا أنا عايز أقولك على حاجة, الأغنية دي في جوه كلام أنا ما كنتش, يعني عايز أقولك الغنى الخليجي صعب جدا فوق ما أنت متخيل, لأن الإيقاعات أصلا صعبة. تمام. ففي كلام بقى عكس ما إحنا بنقول, يعني إحنا ممكن نقوله شرق هم بيقولوا غرب. لا 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 هم بيغنوا الكلام على الإيقاع, يعني كان في كوبليه بيقول بالحب داريت زلاتك بالحب سمحت غلطاتك وردة لتحقيق رغباتك. بص الكلام مختلف يعني غير ما احنا بنقوله, وهم بيغنوا الكلام على الإيقاع, فلازم بقى تبقى لازم تقوله بقى بحرفية. فذكرت كتير قوي, تعبت والله قوي, تعبت. لا 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 هو يعني تعبك ده اللي هيوصلك للي انت عايزاه. بس مروه كلميني عن الاغنيه اكتر, يعني غلطه دي اول اغنيه ليكي خليجيه, اتعاملتي مع مين فيها, وايه اللي كمان خلاكي او خلاكي تروحي للسوق الخليجي, يعني ان انت تعملي اغنيه في البومك الجديد خليجيه او ذات طابع خليجي. بص انا من ايام وانا في ستار اكاديمي كانت من اكتر الناس اللي وقفت جنبي دول الخليج. في المصريين كانوا بيبعوكي؟ لا لا في الفوتنج وكده يعني كانوا بيدعموني بشكل مش طبيعي بجد. بلس ان انا كان انا كان اصحابي يعني كان ساعتها عيسى ومحمد الدوسري ومحمد الكويتي كان كلهم الخليج, فكان فاهم في تيم ورك كده, فتحس ان هم ليه انا في جميل لازم ارده. بس ان انا نفسي اوصل للناس دي, لان الناس دي بتتذوق الفن بشكل مش طبيعي. طيب. وبتحب الفن جدا, فانا كان نفسي اعمل حاجه قريبه ليهم. طيب. بس كنت خايفه ان انا اعمل كده عشان كنت حاسه ان انا مش قد كده, فلما قدرت ولقيت حاجه كويسه. وبعدين عايزه اقول لك على حاجه, انا الاغنيه بتاعتي انا اكتر حاجه بسطاني ان انا الحمد لله الاغنيه كلمات شعر كبير جدا في الخليج, يعني اسير رياض. طبعا اسير شعر كبير اسير رياض. بالظبط. ولما يكون حد بيكتب كلام تقيل وبيكتب لفنانين عظماء زي فنانين الخليج الكبار جدا ويضع ثقة ان هو انا اغني له كلامه, فدي في حد ذاتها كانت حاجة حلوة جدا. الحان حمد الخضر ملحن كبير جدا كويتي وملحن لناس كتير جدا في الخليج, فبرضو دي حاجة بسطتني. التوزيع كان اسلام مرغني. يعني انا اغنيتي جامعة الدول العربية. ده الشارع ولا الجامعة؟ عشان في فرق عندنا. طيب خلينا نروح ل انت كنت بتقولي, يعني خلينا نتكلم نخلص الاول الكلام الاول عن اغنية غلطة, عن تصوير الكليب. يعني انا عارف ان انت هتصوري الكليب ان شاء الله. قولي لي فكرة الكليب اتفقتوا عليها ولا لا؟ مين مخرج الكليب؟ ميلودي برضو هي الشركة المنتجة ولا هل في شركة تانية؟ لا 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 انا الالبوم ده شركة ام ار اسم محمد علام. بس احنا الالبوم كله ان شاء الله هو انتاجه وتوزيعه المرة دي. تمام. انا حبيت ان انا اعمل كده. وبعدين ميلودي يعني احنا قطعنا العلاقات في الشغل, بس هم برضه يعني احنا لسه. ايه سبب قطع العلاقات يا مرة؟ ايه سبب قطع العلاقات؟ لا هو مفيش علاقات اتقطعت ولا حاجه, بس يمكن عارف لما بتحس ان انت في حد هيديك
شغلك هيخليك تغامر في شغلك اكتر وتعمل شغل احسن واغنى. دي كلها حرفيه مهنيه مش موضوع، لان احنا لحد النهارده كويسين مع بعض. انا عمري في حياتي ما هنكر. انت كنت ماضيه معاهم البوم واحد من اول البوم، من البومين ولا ايه؟ والبوم واحده بس، البوم واحده بس كان داخل فيه برضه شيت محمد علام ان ار. بس هي الفكره المره دي ان انا كان نفسي اعمل شريط، احس بقى ان انا طلعت ست كويسه جدا، هما ما كانوش مساعدين المساعده اللي هي تخليني اعمل ده. فكان ده الحل. انت دلوقتي مستريحه اكتر؟ بكتير طبعا. طيب يا رب تفضلي مستريحة على طول يا مروة. بس زي ما قلنا الكليب، هل استقرتي على فكرته ولا لسه؟ تفتكر لو انا حتى استقرت على فكرته هعرف احكيها لك؟ ايه اللي حرك ده؟ طيب فكرة مين يعني؟ انت ساعدتي في الفكرة ولا؟ لا انا عايز اقولك على حاجة، انا عمري في حياتي انت يعني، انت حتى لما جيت قلتلي اعد الموضوع قلت لك دي شغلتك، انا ما اقدرش اقول لك اعمل ايه، صح ولا لا؟ تمام. انا كده في كل حاجه يعني، ولا حد يجي يلبسني اقول له لبسني كذا، ولا حد مخرج يجي يقول لي اقول له اخرجني كده، ولا يعني كل واحد ليه شغلته. سايبه لهم نفسك خالص. انا عايز اقول لك انا مطيعه جدا، اكتر واحده بتقول حاضر دكتور، حاضر. طيب مين الكليب هيكون من اخراج مين يا مروه؟ من إخراج حنان شلبي إن شاء الله. حنان إن شاء الله بإذن الله. طيب مروة، خلينا نروح اللي أنت كنت اتكلمتي وقلتي أتمنى أن أنا أعمل أغنية بالدارجة المغربية أو باللهجة المغربية، بعد طبعا ما عملتي أغنية خليجي. طيب يعني لو في فرصة قدامك وفي كلمات كويسة وفي مزيكا كويسة وفي كل حاجة، مش بقى عايز أقولك على حاجة. الشعب يعني الدول المغرب العربي بالذات دول اللي تخاف منهم. انا عايز اقول لك بتفرج على الحفلات بتاعتهم، الجمهور ما بينشفش صح. يعني الجمهور بيغني صح. لا ما فيش نشاز هنا والله العظيم، الجمهور ما يعني عارف يعني الجمهور كله بيغني صح، فانت عارف يعني تجيلي الجرأة ان انا اعمل كده، انا محتاجه وقت طويل. طب حلو يا ستي، انا هجيب لك كلمات وهعلمك الدارجة المغربية كويس، وخليكي يعني بصي اصل اقول لك على حاجة. أتمنى. تقريبا كل النجوم دلوقتي، كل نجوم الصف الاول بقوا يجوا يا اما يعيشوا في المغرب يا اما يغنوا بالمغربية، فيعني ما بقاش في دلوقتي حاجة اسمها ان انا احتكر وكلام من ده. بس ان شاء الله باذن الله الاقي لك اغنية مغربي قريب. احلى المزيكات، من احلى وبيعملوا مزيكة جديدة لا بقى انا بعشق الغنى المغربي، صعبه قوي يعني، لازم حد يقعد بقى يذاكر لي عشان ما يجيش حد يقول لي انت غنيتي غلط. لا 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 لا, لا 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 هي بس الفكره كلها ان هو بيبقى تعود على اللهجه، وهتلاقي نفسك شغاله زي الفل يعني. انا بقى لي 3 شهور. انا حافظه جنه مغربي يا وطننا، يا وطن يا حبايب، يا بتراب الطيب حتى نارك كده. لا 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 لا، حلو، واحدة واحدة وتلاقي نفسك زي الفل. طيب خلينا نروح لألبوم أحسن حالاتي، ده الألبوم بتاعك الجديد واللي انت شغال عليه دلوقتي. هل الألبوم ده انتهيتي منه خلاص وانتهيتي من إعداد الأغاني بتاعته كلها؟ وبالإضافة كمان هينزل إمتى؟ شوف، أنا ألبومي المفروض كان ينزل الأيام دي بس نظرا الظروف اللي مصر فيها طبعا. انا بصي مش حابه اعمل كده خالص يعني، مش حابه تبقى بلدي حزينه وانا بفرح وعايزه اقول لك على حاجه، انا عندي اوبشنز كتير جدا ان انا اروح انزل الالبوم في اي بلد ثاني، بس انا فكرت نفسي افرح في بلدي. فعلا يعني انا اعرف يا مروه اللي انت ليك علاقات كويسه قوي في لبنان طبعا، وانت بتحبي البلد دي جدا، لان انت قلتي قبل كده انها ليها فضل كبير عليكي وهي اللي عملتك الخليج طبعا حقيقة. انت ليكي تواجد دلوقتي فيها، فيعني على ما اظن ان انت فعلا زي ما انت قلتي في سوق كبير قوي ممكن تقدري ان انت تنتجي الالبوم او تنزليه عندهم هناك، لكن برضو بلد فعلا. لا غير كده، عارف الظروف لما تحسي مصر هي كانت قريب الشرق وكل الناس بتيجي، انا هروح معين او حاجه، فانا قلت ان انا استنى لحد الفالنتاين ان شاء الله تكون يعني احنا نستنى ان شاء الله باذن الله الالبوم بتاعك هيكون موجود في الفالنتاين. ان شاء الله باذن الله، وطبعا حصري على شدا اف ام باذن الله يعني، ده اكيد. انا عايز اقول لك، انا قلت لك النهارده هديك اول اغنيه تبقى بكره ان شاء الله.
وانا قلت لك ان شاء الله هتبقى اكسكلوسيف الاول عندك شاب اكسكلوسيف ان شاء الله باذن الله. وايه كمان؟ وان شاء الله ان شاء الله في احسن حالاتي في الفالنتاين اول حد ان شاء الله هديله برضو احسن حالاتي. انت عملت الجدع وانا مبسوطه جدا ان في اذاعه مغربيه حلوه كده يكون في مذيع مصر، مبسوطه جدا عايزه اقول. طيب مروة، عايزين بس نقول لكل اللي بيسمعونا ان حان الان موعد اذان العصر بتوقيت المحلي لمدينة دار بيضة والنواحي. مروة عايزين نكمل معاكي، انت قلتيلي ان الالبوم ان شاء الله بإذن الله هينزل في الفالنتاين، لكن كمان قوليلي الالبوم هيكون فيه كام اغنية؟ هيكون 10 اغاني ان شاء الله. منهم غلطة بس مش سامعك، معلش مروة انا معاكي دلوقتي احنا على الهواء. بقول لك هيكون 10 اغاني. 10 اغاني تمام. منهم غلطة بسيطة اللي هي ايوه الاغنية اللي الناس كلها قالت او في كلام عليها اتقال ان غلطة بسيطة هيبقى فيها نوع مزيكا جديد. ايه الجديد في الاغنية؟ لا هي انا عاملها اللي هي عارف فانكي عرب كده، ما تفهمهاش خليجي ولا عربي ولا اجنبي. كل حاجة كده داخلة في بعض. يعني هي المزيكا بقول لك التوليفة غريبة، يعني الملحن يعني برضو ملحن بالطريقة كويتي شوية، والشاعر كتب يعني شاعر سعودي طبعا، كتب كلام سعودي والموزع مصري، فانت لك أنا أصلا مصرية فتتخيل انت بقى الخلطة. انا بقولك في ميكس وان شاء الله بإذن الله هنسمعها قريب. طيب قولينا بقى عن حفلة رأس السنة فين؟ في لبنان ان شاء الله المفروض حفلة رأس السنة. والمفروض ان قريب جدا هيكون عندكم في المغرب. ايوان حلو ده، فين في المغرب يعني؟ وكذا بلانكا برضو. ايوان يبقى اول حوار ان شاء الله بإذن الله، ونقل للحفلة لو هنقدر نقل لايف يبقى يتنقل معانا ان شاء الله بإذن الله لشادة FM، وانا هتكلم معاك يعني خلينا بعد الهواء بقى نتكلم في الموضوع ده. طيب. ان شاء الله نتمنى ان شاء الله. خلينا نروح لتجربة التمثيل، والناس كلها وبعض الفنانين دلوقتي بيتجهوا ليه ان هم يمثلوا او يعملوا مسلسلات درامية. مروة ليه ما فكرتيش ان انت تمثلي او يبقى في فيلم انت تخش تشتركي فيه او مسلسل؟ وهل في عروض جات لك قبل كده ولا لا؟ انا عايز اقول لك على حاجة، انا جات لي عروض كتيرة جدا، وعندي مشكلة بقى ان دايما لما مثلا مخرج او مؤلف يعرض علي ان انا امثل واجي اقول له لا، يفتكر ان انا مغرورة او شفت نفسي او تيام بعد اللي بيتقال. يعني انا كتير من الناس كتبت عني وحش في الموضوع ده، بس انا بخاف، انا عارفة قدر نفسي، انا عايزة ابقى قوية جدا في حتة الغنى وبعدين اروح للتمثيل، لكن ما ينفعش اكون انا لسه ببدأ طريقي احس بقى ان انا خلاص عملت كل اللي انا عايزاه في الغنى واروح امثل. يعني لو صاحب بالين كدير صاحب ثلاثة منك صح ولا لا؟ ايوان صح. فانا حاسة ان انا لو ركزت هبقى اشطر بعد كده في التمثيل، لان لو التمثيل بيضيف للغنى كان نجوم كبار زي فنان سميرة سعيد ولا نانسي عجرم ولا ناس من الاسماء الثقيلة قوي دي كانت مثلت. لا انا عايز اقولك على حاجة، بس عايز اقولك على حاجة تصحيح معلومة يمكن انت ما تعرفهاش، سميرة سعيد مثلت هنا، مثلت افلام مغربية. ماشي بس انا ممكن تكون مثلت افلام مغربية بس هي اكيد اتعرض عليها حاجات مصرية برضه. اكيد ممكن لا اكيد عشان هي متقنة اللهجة المغربية او متقنة الحتة في التمثيل دي، لكن انا ما اقدرش امثل وانا مش واثقة في نفسي ان انا لسه بقيت قوية بالدرجات دي. يعني انت مستنية شوية لحد ما يعني تقف على ارض صلبة في الغنى وبعد كده ان انت بالزبط. ممكن تمثلي مفيش مشكلة. بالظبط. وبعدين انا مش عايز اشيل حاجه لوحدي وانا حاسه ان انا لسه مش قدها، ان انا ما بحبش ادي نفسي حق ان انا انا قويه، ده متعرض عليا يبقى انا جامده، لا انا ده متعرض عليا يبقى انا فيا حاجه كويسه بس لازم اقدمها بالشكل اللي يرضيني انا. تمام تمام. فانا لما احس ان في حاجه هترضيني او اصلا انا لو مثلت لازم امثل في الحته الفنيه الغنائيه، انا نفسي امثل. ايوان وده اللي انت زي نفسك افلام زمان نفسك. لا يعني انا عارف ان انت ليكي حلم كده ان انت تعملي فيلم غنائي استعراضي. نفسي اعمل فيلم زي افلام زمان بتاع الصغيرة على الحب وافلام شاديه. انا عايز اقول لك على حاجه، انا ان شاء الله انا خلاص دراسات عليا على درجه الماجستير يا فندم. انا عارف ان انت عميده، كنت لسه هتكلم معيده ولا ايه؟ عارف ان انت معيده في المعهد يعني ومدرسه أنا كمان بنضاره. انا رساله الماجستير لا مش بنضاره خالص على فكره خالص. عايز اعمل رساله الماجستير بتاعتي في افلام الاغاني، اغاني الافلام بتاعت الفنانه شاديه، ورساله الدكتوراه ان شاء الله لو كملت الماجستير هعملها في اغاني الافلام بتاعت سعاد حسني.
انا حابه جدا الحته دي ونفسي ترجع تاني لان هي كانت حلوه قوي لحد النهارده. الافلام دي هي اللي عايشه، فانا لو اتعرض عليا حاجه بالشكل ده اكيد هعملها مش هتردد. طيب خلينا بسرعة أسألك سؤال، إيه الفرق ما بين نرجع لك لستار أكاديمي زمان، إيه الفرق ما بين ستار أكاديمي 3 وستار أكاديمي دلوقتي؟ زمان ولا زواما؟ أي اللي أنت عايزاه، زمان ولا زواما؟ والنبي ماشي. لا بص، ستار أكاديمي زمان كان أنا أحسسي أنه هو كان مختلف عن ستار أكاديمي دلوقتي صراحة. يعني كنت حسيت طبيعي اكتر، يعني حاسه ان احنا كنا عفويين بزياده، كنا بنجرب دلوقتي او يمكن الناس بتحس بملل من كتر الحاجه، او ممكن يعني السبب مش ان اتغيرت معظم لجنه التحكيم، اتغير البيت، اتغير المكان، في حاجات كتيره اتغيرت في ستار اكاديمي ده. بس شوف عايز اقول لك على حاجه، انا الله اعلم ما اعرفش هم ايه اللي اتغيروا ليه، بس هم اللي عملوا ستار اكاديمي، فكان لازم الموضوع يكمل بنفس الشكل. يعني انا فاكره ان من كنت السيزون اللي انا كنت فيه اللي هو ستار اكاديمي 3 ده، فاكره كويس جدا ان كان في ثلاثه من المغرب اللي هم هناء وجيهان وشادية، وكان في ثلاثه مصريين اللي هو انا وهاني، وكان معانا رأية. عايزه اقول لك من كتر ما احنا الكرو كنا طبيعيين وبنحب بعض، ده السيزون الوحيد اللي دخلوا 19 او 20 ساعتها. يعني هو المفروض كنا 16، فكنا احنا كلنا عفويين وطبيعيين فكانوا حابين الجو. دلوقتي يمكن انا مش متابعه قوي لان انا بقيت حافظه، عارف بقيت حافظه ده هيعمل ايه وده هيحصل ايه، واللي انا اللي انا اللي انا هعيشته شايفاه قدامي، مش شايفه حاجه متغيره. هو ده اللي لفت نظري، لكن هو كبرنامج طبعا بيرفكت مش محتاج. وعايز اقول لك انا مبسوطه ان ده السيزون الوحيد المصري، ده اول سيزون مصري يتعمل بانتاج مصري، بانتاج مشارك فيه السي بي سي. طيب مروه، يعني خلينا برضو نقول كده اخيرا، انت كان في الصفحات بتاعتك، كل ما تعملي صفحات على السوشيال ميديا او المواقع بتاعتك على السوشيال ميديا على الفيسبوك او تويتر بتتسرق. دي حقيقه. يعني انا عايز اقول لك على حاجه، ان انا الايميل بتاعي كان مروه@مروه.نصر.com اتسرق. يعني مروه@نصر.com ذات نفسه اللي هو بتاعي انا اتسرق. طب يعني حليتي المشكله دي ازاي؟ او حليت المشكله دي ان الاخير المنتج محمد علان جاب لنا كيبل من امريكا. ده اخر حل ممكن نعمله. يعني يا مسهل يا رب، وربنا يعني هتعملي صفحه جديده من اول وجديد على الفيسبوك وكده. انا عملت اوريدي دلوقتي مروه نصر ميوزك على اليوتيوب وعلى على فيسبوك وعلى تويتر، كله مروه نصر ميوزك. يا مسهل يا رب نكمل على كده. بس انا اللي ضايقني ان انا كنت حاسه ان انا تقريبا يا خليل كل شهر شهرين ماكسيمم، وبعدين لما مثلا البيج توصل لرقم معين بتقفل، تتسرق او يتعمل لها تختفي. لا انت في حد متوصى بيكي قوي، في حد ما انا ما كانت دي من اكتر الحاجات اللي مضايقني، لان عارف كمان لما بتاخد على اصحاب وتتكلم معاهم وتاخد رايهم، لان عايز اقول لك انا بنفسي اللي بدخل اكتب وبتكلم وبشوف، فلما باخد على ناس وبعدين ارجع اعمل بيج فبيجي ناس جديده انا ما اعرفهمش، فاهم؟ فبتبقى حاجه تضايق قوي يعني. طيب. ما اعرفش اللي بيساعد استفاد ايه، بس يلا اهو بيلعب طب مروه اخيرا انا عايز اسمع جزء من اغنيه كده عشان يعني نختم بيه، يعني هتغني لنا ايه؟ ممكن اغني لك اغنيه انا بحبها جدا، اغنيه الله يسامحني اللي نزلت في البوم سنين وصورتها فيديو كليب. اوكي يلا بينا. غلطان الله يسامحني علشان سدات قلبه، غلطانة ده كان جرحني مع اني بلت احبه، غلطانة الله يسامحني علشان سدات قلبه، غلطانة ده كان جرحني مع اني بلت احبه، كان باين من كلامه قبل وداعه وكلامه انه هيرجع لي تاني بعد ما يبعدش وياه،
هل يمكن لو بعدنا البعد ده راح يفيدنا والشوق يجمعنا تاني وتقريب يضحك عليا. الله يا عيني يا عيني. مروة انا كنت سعيد جدا ان انت كنت معايا النهاردة وموجودة معانا على شادة فيم، وان شاء الله بإذن الله زي ما انت قلتي لما تيجي كازابلانكا وتيجي المغرب هيكون لينا لقاء تاني بإذن الله. واتمنى لك ان شاء الله بإذن الله 2014 تكون سنة سعيدة عليك وتحقق فيها كل احلامك وكل امانيكي. مروة مرسي جدا جدا ليك ان انت كنت معايا. ربنا يخليك ليكوا وربنا دايما يساعدكوا وتفضلوا دايما في نجاح ان شاء الله، وربنا يعم السعد والامان والسلام على الوطن العربي كله وعلى اهل المغرب اجمعين. اللهم امين يا مروه، ميرسي جدا ليكي. وخلينا دلوقتي نروح نسمع اغنيه متجوزاه من البوم الاخير لمروه نصر. خليكم معانا.